وصلني هذا الباكج اليوم من جاميزينج ورح نفتحه انا وخالد مع بعض. يلا نشوف شو فيه. كمان حاطين مع الباكج تي شيرت للاطفال، فانا اخذته وعمر خالد. هذا التي شيرت خالد بيلبسه لما ياكل القميص. وهلا نيجي على المالتي فيتامين للاطفال. طبعا المالتي فيتامين طلبت له انا الفيتامين سي مع الزنك والاوميجا 3. تعال نجرب الفيتامين سي. كيف طعمه خالد؟ لذيذ؟ هلو هلو. كمان الأوميجا 3. طبعا الأوميجا 3 كتير مهم عشان ذاكرة الأطفال. يلا نجرب الأوميجا 3. كيف طعمه خالد؟ لذيذ؟ كمان حاطين مج للأطفال. هذا خالد بصير يشرب الحليب فيه. بس احكي لهم ثانك يو جاميزينج. ثانك يو. شو رايك بالتيشيرت؟ لطيف.